درسنا بعنوان دوائر المحث والمقاوم R، يعني مقاومة، L يعني ملف حث. بس قبل ما نبدأ فيه أفكرك بحاجة اسمها دوائر الـ RC. دوائر الـ RC كان بيكون عندي بطارية ومكثف ومقاومة. المكثف اسمه C والمقاومة اسمها R والبطارية كانت اسمها VEMF. هذه الدايرة كان لها بعض الخصائص. أول حاجة الثابت الزمني بيساوي R في C، المقاومة في السعة. تاني حاجة كانت الشحنة عند زمن معين اسمه زمن T كانت بتساوي السي السعة ضرب الـ VEMF في 1 ناقص E أس سالب T على مين؟ على تاو أو على RC. ولو شلت البطارية من الدايرة بتصبح دائرة اسمها دائرة تفريغ. دائرة التفريغ هتبقى عبارة عن مكثف مشحون ومعاه مقاومة فقط لا غير، مقاومة اسمها R والمكثف اسمه C، وكانت في دائرة التفريغ الشحنة عند زمن معين بتساوي الشحنة الابتدائية في E أس سالب T على تاو اللي هي اسمها الثابت الزمني، وكانت الدايرة دي اسمها دائرة شحن، والدايرة اللي تحت اسمها دائرة تفريغ. ده كان بالنسبة لدوائر الـ RC. هو الراجل شال المكثف وحط بداله ملف حث، وفضلت المقاومة وفضلت البطارية، وبدأ عمل لي الدوائر التانية اللي اسمها دوائر RL. في دوائر الـ RL أول حاجة هنتعرف عليها حاجة اسمها الثابت الزمني، برضو اسمه تاو، بس هيساوي مين؟ هيساوي L على R. دي أول معلومة أنت خدتها النهاردة في الدرس بتاعنا الجديد. عايزك تبص معايا في الدايرة الشمال، المفتاح هنا مفتوح، يعني لا يوجد تيار يمر في هذه الدائرة. لما نيجي نقفل المفتاح، التيار مش بيصل لقيمة قصوى اللي هي طبقا لقانون أوم I بتساوي V على R في نفس اللحظة. أمال إيه اللي بيحصل؟ لما المفتاح بيتقفل، ملف الحث يبدأ يقاوم هذا التيار اللي عايز يمر في الدايرة، يعني يبدأ يعمل لي تيار مستحث يعاكس التيار ده، فيعمل على تأخير نمو هذا التيار. يبقى ملف الحث يعمل على مقاومة زيادة التيار. الكلام ده إمتى؟ عند غلق المفتاح. يعني إيه يقاومه؟ يعني بدل ما يخليه يوصل لاتنين أمبير مرة واحدة كده في نفس الثانية، لأ، يبدأ يزداد تدريجيا، واحد واحد وربع، واحد ونص، اتنين، وهكذا. لأن أكيد أنت عارف في حالة وجود مقاومة فقط، يعني عندي دايرة فيها مقاومة وبطارية، مقاومة اسمها R، البطارية اسمها VMF، كان التيار بيساوي VEMF على R طبقا لقانون أوم. يبقى في حالة وجود مقاومة فقط سيزداد التيار على الفور إلى القيمة التي يحددها قانون أوم بمجرد إغلاق الدائرة. يبقى ده يا أولاد في حالة وجود مقاومة فقط. إحنا قلنا الملف هيعمل إيه تاني عايز أسمعها منك؟ أيوه، هيقاوم نمو التيار. يعني إيه هيقاوم نمو التيار؟ بص معايا في الرسمة اللي جهة اليسار، هذه دي علاقة بين التيار اللي ماشي في الدايرة والزمن، وهذا التيار، وكمان فرق الجهد اللي هو VEMF على R اللي هو نفس التيار. يعني لاحظ ان عند الزمن صفر كان التيار صفر، يجي الزمن يبقى واحد التيار يزيد شوية، زمن اتنين التيار يزيد شوية، زمن تلاتة التيار يزيد شوية. طب كمان لاحظ ان التاو، مين التاو؟ اسمها الثابت الزمني لملف ال RL. لما كانت التاو 0.5 سكند، وصل التيار لقيمة عظمى في وقت قليل قوي، وصل التيار لقيمة ماكسيموم خلال وقت قصير جدا. لما زاد الثابت الزمني وصل لقيمة قصوى خلال زمن أكبر شوي. لما زاد أكتر وأكتر الثابت الزمني وصل للقيمة القصوى
بعد فترة زمنية طويلة جدا. يبقى هذا الكلام عند غلق المفتاح ينمو التيار أسيا بسبب وجود ملف الحث. ده الأغرب من كده يا ولاد، إن في نفس الدايرة اللي فوق اللي أنت لسه شايفها من شوية هذا، لو خلاص المفتاح اتقفل وبعد فترة زمنية طويلة بيستقر التيار، ما بيبقاش فيه مقاومة من ده خالص، كأن ده أصبح سلك مهمل للمقاومة، والتيار ده بيوصل لقيمة V على R. بعد فترة زمنية طويلة لو فتحت المفتاح، التيار مش بيختفي فجأة، لا ده التيار بيختفي تدريجيا. يعني ايه يختفي تدريجيا يا استاذ؟ يعني التيار بيقعد يتناقص، طبعا الكلام بيحصل في وقت صغير جدا بس بيبقى فيه تايم، يعني بيقعد يتناقص تدريجيا بسبب وجود هذا الملف، لان احنا قلنا الملف ده بيقاوم الزيادة ويقاوم النقصان في التيار. يبقى هتبص معايا في الرسمة هذه، الرسم البياني ده بيوضح لي حالة التيار عند فتح المفتاح. يبقى عند فتح المفتاح ينهار التيار تدريجيا أو ينهار التيار أسيا بسبب وجود ملف الحث. نرتب الموضوع تاني أكتر وأكتر. الدائرة اللي قدامك فيها مقاومة، فيها ملف، فيها بطارية، التيار مش هيطلع على طول للقيمة الماكسيموم بسبب وجود هذا الملف. في هذه الحالة الملف ده يعمل نفسه كأنه بطارية، تبدأ تقاوم البطارية الأصلية عشان تمنع نمو هذا التيار. طبعا التيار ده في النهاية هيتغلب ويصل إلى قيمة اللي هي الماكسيموم بتاعه. يبقى يقاوم الملف نمو التيار عند غلق الدائرة، بس بعد فترة زمنية طويلة يصبح التيار ثابت. ولو جيت بصيت لقانون كيرشوف الثاني، مفروض مجموع الجهود الداخلة بسبب هذه البطارية تساوي مجموع الجهود المستهلكة بسبب المقاومة وملف الحث. يعني مفروض ان ال V بتاعت البطارية EMF هتساوي مجموع ال V بتاعت المقاومة R، V بتاعت المقاومة R اللي اسمها I في R، زائد ال V بتاعت ملف الحث. لو انت تتذكر كانت بتساوي L في ال DI قسمة ال DT. يبقى ده طبقا لقانون كيرشوف التاني. يعني نقدر نكتبها يا مستر إن فرق الجهد بتاع البطارية ناقص فرق الجهد بتاع المقاومة أو اسمه الهبوط في الجهد ناقص فرق الجهد المستحث في الملف يساوي صفر. أيوة، المجموع الجبري للجهود يساوي صفرا طبقا لقانون كيرشوف الثاني. لغاية كده كلام جميل جدا. طب إيه رأيك بقى في الدايرة دي؟ الدايرة دي بقت فيها المقاومة وملف الحث بس، فصلت البطارية. هل هذا التيار اللي كان ماشي في هذا الاتجاه ينهار في نفس الوقت ويوصل صفر؟ قال لك لا، الملف يعمل نفسه بطارية تحاول تزيد التيار. مش احنا قلنا في الملف لو التيار زاد يقاومه ويقلله، ولو التيار قل يقاومه يزوده؟ ايوه، يعني كأن هذا الملف هيعمل نفسه بطارية عشان تحاول تمشي التيار في نفس الاتجاه اللي كان ماشي فيه قبل فتح المفتاح. يبقى دلوقتي عند فتح الدائرة يقاوم الملف تناقص التيار، وبعد فترة زمنية طويلة يصبح التيار صفرا. وطبعا في الحالة دي لو حبيت استخدم قانون كيرشوف، هل عندي بطارية؟ لا، يعني البطارية اللي اسمها VEMF بتساوي صفر. يبقى ال IR زائد ال LDI على ال DT هيساوي صفر. فرق جهد المقاومة زائد فرق الجهد المستحث في الملف مجموعهم يساوي صفر، لأني ما عنديش إيه؟ بطارية. ده طبقا لقانون كيرشوف الثاني. نرجع تاني للدايرة اللي فيها البطارية هذه. احنا قلنا عند الزمن T بيساوي صفر في الدايرة اللي موجودة قدامي كان التيار بيساوي صفر عشان كان لسه هينمو. كان فرق الجهد بتاع هذه المقاومة V بتساوي I في R، I بصفر،
يبقى ال V بتاع المقاومة دي بيساوي صفر. أمال يا ترى فرق جهد البطارية في الحالة دي هيساوي مين طبقا لقانون كيرشوف التاني؟ هيساوي فرق الجهد بتاع ملف الحث، يعني ال V بتاعت ملف الحث هتساوي ال V بتاعة البطارية، كل ده عند الزمن T بتساوي صفر. طب يا ترى بعد فترة زمنية طويلة، يعني عندي T بتساوي ما لا نهاية، خلاص التيار ده بيبقى استقر وأصبح قيمة قصوى، يبقى الـ I دي بتوصل لقيمة ماكسيمم اللي هي بتساوي V E M F قسمة R، وبتبقى قيمة فرق الجهد بتاع المقاومة يساوي فرق الجهد بتاع البطارية، وبيبقى فرق الجهد لملف الحث في هذه الحالة بيساوي صفر. طب ما بين الفترتين دول، ما بين T بتساوي صفر و T بتساوي ما لا نهاية، لو حبيت أجيب التيار عند أي زمن هيساوي V E M F قسمة R في 1 ناقص E أس سالب T على الثابت الزمني تاو، وما تنساش الثابت الزمني قلناه إلا على مين؟ إلا على R. يبقى أنت كده عرفت تجيب التيار عند الزمن صفر، تجيب التيار عند زمن ما لا نهاية أو بعد فترة زمنية طويلة، تقدر تجيب التيار عند أي زمن من خلال هذه المعادلة بعد ما تجيب الثابت الزمني، كل ده في حالة وجود بطارية. يبقى كل اللي احنا شرحناه ده في حالة وجود بطارية. طب خلاص التيار استقر والأمور تمام وفتحنا المفتاح وشرحنا هذا الكلام، لو انت تتذكر مثالي ملحقتش تنسى، يعني هذه الحالة عند فتح المفتاح بس بعد ما يكون التيار مشي وأموره تمام، يعني عند الزمن T بتساوي صفر، كان فيه تيار ولا ما كانش فيه تيار؟ كان فيه تيار، كان التيار في الحالة دي بيساوي قيمة عظمى أو initial أو سميها زي ما تسميها، بيقعد التيار يقل 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 لغاية ما يوصل عند الزمن T بيساوي ما لا نهاية أو بعد فترة زمنية طويلة، بيكون التيار اللي ماشي في الدايرة صفر أمبير. ما بين الفترتين دول لو عايز أجيب التيار هيساوي الـ I initial اللي كان موجود في الدايرة قبل فتح المفتاح في E أس سالب T على تاو، حيث تاو بيساوي إيه؟ إل على R. يبقى دي المعادلتين في حالة إن المفتاح مفتوح أو في حالة إن التيار بينهار، واللي فوق في حالة إن التيار بينمو، وقلت هنا التيار بينهار أسيا مع الزمن، يعني بيجي بهذا الشكل، وكل ما زادت تاو كل ما يزيد الفترة الزمنية للانهيار، هنا I و T، وفي الناحية الأولانية اللي كنا عاملينها كان التيار بينمو خلال الزمن، هنا I و T، ولو زاد التاو يزداد الفترة الزمنية لنمو الإيه يا أولاد؟ لنمو التيار. يا ترى استخدامات هذه الدوائر في إيه؟ دوائر اللي هي RL دي بتستخدم في إيه؟ بتستخدم كمؤقت في بعض الأجهزة، يعني تايمر. يبقى أنت دلوقتي كل الأجهزة ممكن تظبطها إنها تطفي بعد فترة زمنية معينة أو تشتغل بعد فترة زمنية معينة باستخدام دوائر الـ RL، ودوائر الـ RL اللي بتخش مع دوائر الـ RC في عمل حاجة اسمها دوائر التخلص من الضوضاء. التخلص من الضوضاء ده طبعا بيكون بالاشتراك مع ايه؟ دوائر الـ RC، وبتبقى دايرة كبيرة قوي اسمها دوائر RLC، يعني مقاومة وملف ومكثف، بتستخدم في انها تشيل النويز من ايه؟ من حاجة زي كده زي المايكات اللي بتستخدم في التسجيل وفي البث الإذاعي وما شابه ذلك. معانا سؤال مراجعة المفاهيم 9.7. السؤال بيقول لي فكر في دائرة المحث والمقاوم أو دائرة الـ RL الموضحة في الشكل، عند قفل المفتاح يرتفع التيار أسيا إلى هذه القيمة، يعني التيار بيبدأ من I بتساوي صفر، ثم I عند زمن T بيساوي V على R 1 ناقص E أس سالب T على تاو، ثم يصل إلى القيمة إن I بتساوي V E M F على R خلال فترة زمنية طويلة. إذا تم استبدال المحث في هذه الدائرة بمحث به ثلاثة أمثال عدد اللفات لكل وحدة أطوال، يعني أصبح N small
للملف رقم 2 ثلاث أمثال إن سمول للملف رقم 1، فإن الزمن اللازم لوصول التيار إلى 0.9 أي، يا ترى هذا الزمن يزداد ولا هذا الزمن يقل ولا هذا الزمن يظل كما هو؟ بداية عايز أعرف العلاقة بين التيار وقيمة عدد اللفات لكل وحدة أطوال. أكيد أنت تتذكر إن ال اللي هو معامل الحث الذاتي كان بيساوي ميو نود في إن تربيع في طول الملف في مساحة المقطع. يعني العلاقة بين معامل الحث الذاتي وال N علاقة مع التربيع، يعني هنا معامل الحث الذاتي يتناسب طرديًا مع إن تربيع، يعني لما عدد اللفات لكل وحدة أطوال زاد 3 أمثال يبقى معامل الحث الذاتي يزداد 9 أمثال، يعني الكلام ده L2 هتساوي 3 تربيع من L1، زاد معامل الحث الذاتي، يعني أصبحت L في الحالة التانية دي 9 أمثال L في الحالة الأولى. طب يا ترى ال L لما تزيد تعمل إيه؟ تزود التاو، مش أنت عارف إن التاو بتساوي L على R؟ أيوه، يعني الثابت الزمن يتناسب طرديًا في هذه الحالة مع L، يعني لما زاد ال L يزداد الثابت الزمني. طب تفتكر الرسمة اللي كنت راسمها علاقة بين التيار والزمن، مش كنا بنقول يا أولاد إن التيار بيزداد أسيًا مع الزمن؟ أيوه، وكنا بنقول إن لما تزيد التاو يزداد الفترة الزمنية لوصول التيار إلى أقصى قيمة، يعني لو كنا رسمت التاو زادت ياخد تايم أكبر 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 لغاية ما يوصل لأقصى قيمة. يبقى أنا عندي دلوقتي التاو الأحمريكة دي وصل لأقصى قيمة خلال فترة زمنية أقل من التاو بتاعت الأزرق، يعني بزيادة L يزداد تاو. طب ولما تاو يزداد إيه اللي يحصل؟ يزداد الفترة الزمنية لوصول التيار لأقصى قيمة له، يعني هذا التيار اللي احنا عايزينه 0.9 أي، لو في المرة الأولى هياخد مثلا ثانيتين، في المرة التانية هياخد أكتر من ثانيتين، يبقى الإجابة عندي يزداد الفترة الزمنية لوصول التيار إلى 0.9 أي من الحالة الأولى. وارجع للفيديو تاني براحتك خالص. مسألة محلولة 9.3 الشغل المبذول بواسطة بطارية. تحتوي دائرة التوالي على بطارية تنتج 40 فولت، يبقى الـ VEMF هتساوي 40 فولت، ومحث معامل حثه يعني الـ L بتساوي 2.2 هنري، ومقاوم 160 أوم، ومفتاح متصلين كما هو موضح في الشكل. يتم إغلاق المفتاح عند الزمن T بتساوي صفر. ما مقدار الشغل الذي تبذله البطارية؟ الشغل اللي هو W بين T بتساوي صفر و T بتساوي 1.6 في 10 أس سالب 2، يعني T initial بصفر ثانية، T final 1.65 في 10 أس سالب 2 ثانية. عايزين مقدار الشغل، يبقى أكيد في قوانين جديدة جاية لنا في السكة. رقم واحد، نجيب الثابت الزمني. الثابت الزمني اللي هو تاو بيساوي L قسمة R، ادي دي رقم واحد. L قسمة R 2.2 قسمة 160، يبقى الثابت الزمني بيساوي 2.2 قسمة 160، يطلع هذا الرقم 0.01375 سكند. ده رقم واحد. هو طالب مني الشغل، يا ترى الشغل بيساوي ايه؟ الشغل بيساوي تكامل القدرة في الفترة الزمنية من صفر إلى التي فاين، ده القانون بتاع الشغل، يبقى انت هتحفظه طالما موجود عندك في الكتاب. هتقول لي طب انا اصلا مش فاكر قانون القدرة، اقول لك حاضر، قانون القدرة بيساوي اي في في، اي في في يعني الفي اللي اسمها اي ام اف مضروبة في مين؟ في الـ I اللي بتتغير
خلال الزمن اللي اسمه تي. ده قانون القدرة. ما تقوليش بقى انك انت ناسي قانون التيار. عند الزمن تي هيساوي في اي ام اف قسمة ار مضروبة في 1 ناقص اي اس سالب تي على تام. ده كده القانون بتاع التيار. هندخل القوانين دي ببعض، يعني اشيل الاي دي واكتب بدلها الكلام الكبير ده، وبعد كده اشيل القدرة واكتب بدلها القانون بتاعها. يبقى دلوقتي نقدر نحل، يلا نقدر نحل مع بعض. يبقى انا عندي خطوة رقم 2 من الحل، احنا طلعنا رقم 1 التاو. الخطوة التانية من الحل القدرة هتساوي في في اي، يعني في اي ام اف هتضرب في في اي ام اف على ار في 1 ناقص اي اس سالب تي على تاو. في 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 تدينا في تربيع، يبقى في تربيع اي ام اف قسمة ار في 1 ناقص اي اس سالب تي على تاو. كده اقدر اعوض بالقانون دوت في قانون الشغل، والآلة الحاسبة هتعمل الموضوع بسهولة. هنعوض في القانون بتاع W، وجبت القيم جنبي. ال W اللي كانت بتساوي تكامل من ال T initial اللي هي صفر إلى T final 1.65 في 10 أس سالب 2. ال B كانت ب V تربيع، يعني 40 تربيع على R 160 مضروبة في 1 ناقص E أس سالب تي اللي هي بمثابة إكس على تاو 0.0137. كل دوت بالنسبة للتايم تي. طلع الكالكوليتر بتاعتنا، أدي التكامل 40 تربيع على 160 مضروبة في قوس نقفله 1 ناقص إي أس سالب إكس ألفا إكس على 0.0137. ننزل تحت عشان التكامل بادئ من صفر، نطلع فوق التكامل 1.65 10 أس سالب 2 دوس يساوي، يطلع هذا هي الإجابة بتاعتنا 0.069 جول. طبعا انت لو عايز تعمل كويك ريفيجن على الأرقام، لربما يكون في حاجة مش مظبوطة. احنا فعلا نسينا هنا 5 في التاو، كانت 0.01375، انا نسيت احط 5، ادي ال 5 اهي. يعني في الكالكوليتر بتاعك لسه الأرقام مكتوبة، تعال نزيد ال 5 كده نشوف هتفرق في الإجابة. ادي هنا كده هزيد بس في التاو 5 وندوس انسر، يطلع 0.0689، يعني تقريبا 0.069، نفس الإجابة بالظبط. خلي بالك وانت بتعوض، وعوض أكتر من مرة. كده خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة، وانتظرونا في باقي الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.